السلام عليكم خاوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى وخوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على جوله سريعه من الاخبار محترفي المنتخب الوطني، خاصه في سوق الانتقالات والتحضير في التحضير مع نواديهم في المقابلات الوديه، حبينا نترحموا على الصحفي والاعلامي كريم بوسالم رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيء الثاني، نداءنا لتجار الأكسجين، خافوا ربي خافوا ربي خافوا ربي في المرضى، اتقوا الله. الطريقة اللي راكم تتعاملوا بها هذا مش ربح، هذا أكثر من ربح، هذا نسميه سرقة وليست ربح. تشري القرعة تاع الأكسجين بثلاث ملايين و300 ولا 400 وتعاود تبيعها ب 10 ملايين وب 7 ملايين و8 ملايين. خاف ربي في المرضى، خاف ربي في المرضى، خافوا ربي في المرضى. عيب عليكم، عيب 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 عليكم. تجار الفرص انا نسميهم، تجار الفرص ماهمش تجار تاع اكسجين ولا، هم تجار الفرص. اباراين تاع الاكسجين تاع 5 لترات كانت تدير في وقت سابق 8 ملايين و9 ملايين و10 ملايين كأقصى حد، ولا تدير 22 مليون و23 مليون. خافوا ربي خافوا ربي، اتقوا الله، خافوا ربي، اخرتها موت، رانا كل راحين نموتوا، خافوا ربي. عيب عليكم والله، غير عيب عليكم. سمحونا خوتي، خرجنا عن يعني مجال كرة القدم، الله غالب الله غالب الوضع، الله غالب، ما قدرناش نشوف المنكر ونسكتوا، الله غالب ما قدرناش. إذا سمحونا خوتي، نعودوا أخبار سريعة. إذا اليوم عرف مشاركة ثانية لغشة اللاعب السابق لوفاق سطيف في مقابلة ودية مع نادي أنطاليا سبور. أيضا دائما غشة يبدأ كأساسي، غشة لفرض المكان نتاعو في هذا النادي التركي أنطاليا سبور، حيث أنه بعد المقابلة الأولى اللي سجل فيها هدف، المقابلة هذه لعب منذ البداية في كأساسي وقدم أسيست تمريرة للاعب ريال مدريد السابق اللاعب التركي شاهين، وبالتالي المقابلة الثانية ليبرهن ويبين أنه صفقة مربحة وصفقة ناجحة لنادي أنطاليا سبور التركي. إذن مقابلة ثانية، مقابلة الأولى هدف، المقابلة الثانية تمريرة حاسمة. إذن نتمنى التوفيق لغشة ومزيد من التألق في قادم المقابلات، خاصة مع انطلاق الدوري التركي الممتاز. إذن غشة اللي ينتظروا إن شاء الله مستقبل كبير، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني إن شاء الله، بعد ما يزيد يتألق أكثر وأكثر مع النادي تاعو أنطاليا سبور. نروحوا للاعب آخر لكثر لي الحديث الآن، صحافة تركية شغلها شاغل، رشيد غزال. رشيد غزال في مقال لفانتيك سبور التركية اللي تحدثت أنه آخر أخبار انتقال بيجيكتاش للحظة، يعني عملت الباقي لرشيد غزال، الباقي لرشيد غزال، يعني درت عليها والباقي لرشيد غزال، حسب مقال فانتيك الجريدة هذه التركية. إليكم كواليس مفاوضات بيجيكتاش، غزال التي اشتدت بسبب عرض غلطة سراي، يعني احنا نعرفه سابقا ان غلطة سراي دخلت في الموضوع، وبالتالي اشتد الصراع بين غلطة سراي وبيجيكتاش وصعوبة انضمام غزال لبيجيكتاش او تجديد العقد مع بيجيكتاش، بعد ما نعرفه احنا انه هو تابع لنادي ليستر سيتي، عقد اعارة يعني. عندما قال مدير اللاعب يعني هما يقصد هنا الاجون تاعو الوكيل تاعو وكيل لاعب غزال، هناك عروض أخرى وزاد السعر، هنا رام يعني يلوموا في الوكيل ويتهموا الوكيل أنه هو ليعرقل في العرقل في انضمام غزال لبيجيكتاش، حيث أنهم أكدوا أنه هناك يعني أنه الوكيل تاعو يعني زاد السعر، يعني زاد طلع السعر. قالت الإدارة لغزال إما تغيير مديرك، يعني هنا طلبوا الإدارة طلبت من غزال أنه غير لاجون تاعو الوكيل تاعو، او الوداع او نتفارقوا، يعني ما نسنيولك ما نضموك للنادي تاعنا. مول دعونا ننهي المحادثات هنا، الجميع يسلك طريقه. تم الانتقال عندما قال اللاعب النجم لا اريد ان العب في فريق اخر، هنا غزال ماهوش باغي يلعب حتى فريق الا بيجيكتاش حسب ما تقول الصحيفه. تمكنت الاداره ايضا من الحصول على شهاده غزال من ليستر، يعني هنا جابوا العقد نتاعو من ليستر حسب ما تقول صحيفة فانتيك.
أعلن مدير فرع بيجكتاش لكرة قدم إمري جوجادار فوزه بلقب هذا تاع النجم المنتخب الجزائري يعني بانضمام غزال مع مصالح النادي. مع ومع ذلك بتدخل جي ساراي لم يكن هذا النقل يعني هذا الانتقال سهلا على الإطلاق، رغم أن الإدارة اتفقت مع غزال في نهاية الموسم قبل أسبوعين، يعني كي كمل الموسم تفاهموا باش يعاودوا يضموه لهم. لكن قبل أسبوعين قدم غلطة ساراي عرض للاعب الجزائري زلطاه، غلطة ساراي قدم عرض آخر وبالتالي أخلط حسابات بيجيكتاش. وطالب المدير الفني هنا يقصد المغربي أنور فضولي، هو لاجون تاعه أنور فضولي هو الوكيل تاع غزال، براتب أعلى قائلا نتلقى عروضا من العديد من الأندية. قال إمري جوجاداغ، هذا إمري جوجاداغ مدير فرع بيجيكتاش الذي يمثل بيجيكتاش على الطاولة، لاعب كرة قدم يريد بيجيكتاش، لكن لاعب هنا وباغي بيجيكتاش لكنك تصر على فصلها عن بيجيكتاش. يعني هنا راهم يقولوا بلي لاجون هو اللي ماهوش باغي ينضم بيجيكتاش بسبب مطالب المالية الكبيرة. هنا قال لك هنا يقول سياسة النادي تاعنا واضحة، علينا أن نأخذ في الاعتبار مصالح بيجيكتاش، لا يمكننا إعطاء أكثر من 2,200,000 يورو. لقد وافق اللاعب بالفعل على هذا الرقم، لا يمكننا أن نفهم إصرارك. يعني هنا لوم كامل على وكيل اللاعب فضولي هذا، ولو اسمه أنور فضولي المغربي، هو اللي معرقل العملية ولا معرقل انتقال غزال. مقابلة مع غزال منزعجة من طلبات فهنا فضولي ومواقفه في الاجتماعات، التقى كوجاداغ والرئيس أحمد نور جيبي أيضا بغزال وقال إما تغيير مديرك أو الوداع، إما تغير لاجون تاعك ولا نتفارقوا كل واحد يروح في حاله وخلاص. دعونا ننهي المحادثات هنا، نحبسوها هنا نفرها. الجميع يسلك طريقه. بعد ذلك تحدث إلى مدير اللاعب وكيل تاع اللاعب وقال عدت إلى الحياة في بيجيكتاش، وبينما خفف تصريحه. يعني هذا صراحة يعني غزال هناك يقول لهم عدت إلى الحياة في بيجيكتاش، حقيقة هذه ما نقدرش ننكروها. غزال عاد ورجع اسم رشيد غزال كما نعرفه سابقا إلا في بيجيكتاش، حب من حب وكاره من كاره، غزال تألق إلا في بيجيكتاش حقيقة تقال. وبينما خفف تصريحه هذا اللي قال لهم عدت إلى الحياة، لا أريد أن ألعب لفريق آخر. غزال واضح وضوح الشمس قرار غزال. الأجواء في المفاوضات تصافح الأطراف بتضحيات متبادلة، لعبت حقيقة أن بيجيكتاش سوف يلعب يعني وليس يلعب في دوري الأبطال دورا كبير. هذه قلت أنا سابقا، غزال ماذا به يلعب في دوري الأبطال، هذا الشيء مفروغ منه. اختيار غزال دور كبير في اختيار غزال دوري أبطال أوروبا هو الصح. إذن في الأخير خوتي نتمنى كل التوفيق لي سواء غشة سواء رشيد غزال وكل لاعب المنتخب الوطني، وإن شاء الله يزول عنا هذا الوباء، وإن شاء الله الناس تدير في تتعظ، وخاصة التجار إن شاء الله التجار يتعظوا ويشوفوا خوتهم المرضى، وبركاكم من الجشع وبركاكم من العقلية هذه اللي راحين مش عقلية تاع نربح في جيبي، عقلية راح تقتل خوتك جزائريين. خاف ربي خطرة يجيك النهار اللي تمرض انت ولا باباك ولا اخوك ولا عزيز عليك وتحصم القاش فاش تدير له. اذن اتقوا الله وخافوا ربي في المرضى وخافوا ربي في خوتكم. في الاخير ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.